بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. المحاضرة رقم 65 من PHP Lecture. المحاضرة هي Make Directory و Remove Directory و Is Directory. Make Directory نريد نسوي Directory أو نسوي Create للDirectory، ممكن نسويها بهذا بالكماند. كيف نسويها؟ Make Directory أسامة. هنا در دخلنا للأسامة cd أسامة وسوينا له در. هنا لغينا للريموف دايركتوري الأسامة، لغينا ونقدر نسوي أشياء كثيرة، لكن إحنا نريد نسويها وين؟ نسويها بالبي اتش بي. طيب بالبي اتش بي أخذنا تو إكزامبل. الإكزامبل الأول ميك دايركتوري وريموف دايركتوري. نشوف بكتب السنتكس مباشرة هنا. ريموف دايركتوري ميك دايركتوري، هذا قلنا له سوينا كرييت دايركتوري. ميك دايركتوري اسم الدايركتوري نيم، النيم هي هذا أسامة 9 دايركتوري، ومن يكمل من تسوي ميك دايركتوري انطينا رسالة، اكتب لنا رسالة اللي هي كرييتد، وفعلا دايركتوري أسامة 9 is created. طيب الحالة الثانية الريموف بهذا الشكل ينكتب السنتكس ماله، والنيم النيم أيضا هو أسامة 9. فالإيكو راح يطبع لنا النيم ويطبع لنا ديليد. يعني شنو يعني ريموف؟ يعني ديليد، يعني سواله ديليد اللي هو هذا. الإكزامبل الثاني إز دايركتر. إز دايركتر يعني التأكيد هل هو موجود. إز دايركتري إذا هو موجود نسوي له شنو؟ ريموف دايركتري ونقول له ديليت. هنا إيش قال؟ there is no directory، لأنه هو أسامة ما موجود، يعني شيك ما موجود. إذا ما موجود مو ضروري، فقال إنه هو directory with this name، يعني ماكو هذا directory بهذا الاسم. لو كان موجود كان يسوي ينفذ النهاية. طيب هنا is directory name، إذا directory name موجود فايش راح يسوي؟ اذا از دايركتري نيم موجود، دايركتري نيم اكزيت راح يقول انه موجود. واذا ما موجود ايش راح يسوي؟ راح يسوي لك كرييت. هسه هو اسامه ما موجود، اذا راح يروح وين؟ راح يروح يقول لنا سوينا كرييت. ولو ندخل على هذا الرابط اللي احنا كتبناه، هذا الرابط اللي هو شنو هو هنا كتبناه هنا اللي هو لكو الدر نيم underscore underscore file underscore underscore، هذا راح يجيب لنا الملف وين موجود. هسه نريد نشيك أسامة، ناخذ هذا نشيك أسامة. هو يقول سويت كرييت، أو إحنا إذا هذا ما نفذه، هذا ما نفذه للغاء، راح نلقي أسامة 9. نقدر نجرب يعني ببساطة جدا شديدة، اللي وين الريموف؟ هذا الريموف، اي هذا الريموف، اي هذا الريموف. اذا خلينا بهالشكل، اي هاي العفو، هذا بالعربي يعني بعد عندنا وقت. العفو، هذا بعد عندنا وقت، يعني هذا اذا ما نفذنا نخلي له هيجي، يعني انه هو وهذا أيضا نخلي له هيك، وبعد واحدة سوري أي هذا نسوي سيف كنترول اس ونسوي ريلود. قال اكو خطأ، شنو الخطأ؟ شنو الخطأ؟ نحن حذفنا الميك دايركتري مو ريموف. نمسح وهذا هنا نمسح. خلينا نشيك ليش تقول صح أول مرة.
الانستول صح. احنا نريد نحذف هذا الريموف بعد وهذا والاخر ونخزن سيف كنترول اس ونفذ ريلود ريلود. هم لغة هم وجدة ولغة. إذا لازم نحذف هاي كلها، يعني لازم نحذف هاي العفو، لأن هم بها لغة هاي. يلا خلنا نسويها بايسيكل، يعني هي عملية تدريب. لحد هنا كنترول اس هسه نفذ ونشوف. طيب هسه هو يقول كرييت التسعة، ناخذ هذا ما بشي اللي هو نقدر كوبي بالشكل هذا ونروح هنا بعد مواقع مثلا هذا الاف اذا عندي هو ايه ونسوي سيرس بعدنا باست ان شاء الله تطول نقدر منها. نقدر منها اسمه أسامة، هنا نكتب أسامة. اجا اجا يلا أسامة تسعة، هيا أنا هذا أسامة تسعة وفارغ. هو يعني هسه هو سوا وفارغ. نحن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.